السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم في هذا البث المباشر في تغطيتنا لليوم الخامس للكارثة التي حلت بالمحافظات السورية المنكوبة، التي أعلنت اليوم وفق قرار مجلس الوزراء أعلنت منكوبة، وبالتالي إعلانها منكوبة هذا أمر يترتب عليه الكثير من الإجراءات القانونية وفيما يخص التعامل داخليا داخل سوريا معها، وما يفتح المجال أكثر للتعاون ولاستقبال المساعدات التي يمكن أن تأتي إلى سوريا لهذه المحافظات المنكوبة. ونتحدث نحن عن المحافظات المعنية بذلك: حلب إدلب حماة وإضافة إلى اللاذقية. طبعا في الجديد الذي كان اليوم، حتى الآن ما زلنا نقول هناك أمل بالعثور على ناجين. قبل قليل كان هناك إنقاذ شخصين من بناء في مدينة جبلة، إضافة لانتشال بعض الجثامين من تحت أنقاض هذا المبنى بناء الرحاوي في جبلة. هناك امرأة وولدها ما زالوا على قيد الحياة، وطبعا نقول بذلك يعني ما زال لدينا أمل إن شاء الله أن يكون هناك المزيد من الناجين مع الاستمرار بعمليات البحث، مع الاستمرار بوجود اليوم المتطوعين المساندين لسوريا للفرق السورية في ذلك. كان يبحث في هذا المكان وعثر عليهما الفريق السوري، وإضافة للفريق اللبناني الذي جاء أيضا للمساعدة في عمليات الإنقاذ. اليوم كان هناك تطور سياسي كبير، وهو المتعلق بموضوع ما أصدرته الخزانة الأمريكية برفع العقوبات عن سوريا لمدة 6 أشهر، وبالتحديد فيما يخص الجانب المالي والجانب المتعلق بموضوع التعامل مع آثار وكارثة الزلزال، بالتعامل مع المساعدات وغيره مما يمكن أن يأتي اليوم، ومما يمكن أن يعزز موقف سوريا المجتمعي، الموقف المجتمعي الذي كان سباقا وكان مبادرا. الموقف السوري حقيقة كان مشرفا، وكنا نقول هذا هو المجتمع السوري الحي الذي اليوم نتباهى به أكثر من أي وقت سابق من عمر هذه الأزمة. في هذه الكارثة، كارثة الزلزال، عاد النبض الحقيقي للمجتمع السوري، التغلب على كل الجراح، التغلب على كل المصاعب، التغلب على كل المشاكل المعيشية والأمور التي بالفعل كانت منهكة للشارع السوري والشعب السوري خلال الأشهر السابقة على الأقل. عاد النبض للمجتمع السوري، وعاد التكاتف، وعاد التلاحم، وعادت القوة إلى هذا المجتمع الذي شكل جبهة حصينة عبر سنوات طويلة من عمر هذه الأزمة. ولكن نقول الآن عاد النبض من جديد، وعادت الحياة، وعاد على الأقل عاد الأمل بأنه لا شيء يهزم إرادة السوريين، وهذا ما كان عزز ذلك اليوم وصول السيد الرئيس والسيدة أسماء إلى حلب ولقائهما مع الكوادر العاملة في فرق الإنقاذ على أرض الواقع، الكوادر العاملة بتقديم الدعم اللوجستي من المطابخ وغيره، ممن يقدمون وما زالوا منذ أيام ما زالوا بعملهم لا ينامون ولا يرتاحون، ولا يمكن أن يكون هناك أي شيء من ما يمكن أن يقف بوجه الإرادة الحقيقية التي كانت من كل من هب لنجدة أبناء سوريا من المتضررين من كارثة الزلزال. طبعا في أيضا ما زال توافد الطائرات إلى سوريا، الطائرات المساعدات، وهنا أصبح يعني ترقب كبير من قبل السوريين للدول التي كان من المنتظر حقيقة أن تقف مع سوريا بحكم الأخوة، بحكم الجوار، بحكم الصداقة، بحكم التاريخ الطويل، بحكم الكثير من الاعتبارات، أنه أين كان موقف هذه الدول التي كانت ربما كانت تتذرع بوجود العقوبات الأمريكية. اليوم فتح هذا الباب لمن يريد أن يكون بالفعل صادق النية بالتعامل مع المجتمع السوري، لم يعد لديه حجة بعد اليوم، وهناك حالة ترقب من المجتمع السوري أنه من سيكون في الأيام المقبلة، من سيأتي لمساعدة السوريين بعد كل التقدير الذي تابعناه عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكل من وقف وقفة مشرفة من الأخوة العرب ومن الأصدقاء مع سوريا في هذه المحنة. أتابع اليوم بتغطيتي مع ضيفي في الاستوديو الأستاذ محمد المشعلي، عضو مجلس الشعب السابق مدير الزور. أهلا ومرحبا فيك أستاذ محمد. مرحبا بك أستاذ نزار. طبعا بداية الرحمة لأرواح شهداء وطني المكلوم، بدءا من تلك الحرب الظالمة وانتهاء بهذا الزلزال المدمر الكارثي الذي حل على بلد الحبيب سوريا. الشكر، كل الشكر للدول التي بادرت وتناهت فورا إلى مساعدة الشعب السوري، بدءا من الدولة الشقيقة والصديقة والأخوة العرب، وخصوصا أخص بالذكر إيران، روسيا، الجزائر، الصين، الإمارات وغيرها من الدول التي تنادت وتناهت وبسرعة كبيرة لمؤازرة الشعب السوري. وكما تفضلت وأسلفت، الشعب السوري يرنو بناظريه الآن
بعد رفع هذه العقوبات لمدة 6 أشهر عن الدولة السورية أو عن الشعب السوري، من سيقدم هذا الدعم للشعب السوري؟ كانت سوريا دائما وأبدا لها مواقف مشرفة ومواقف قد ترقى إلى أشرف المواقف العربية، لكن الآن ننتظر وننتظر بإذن الله تعالى. لن نرجو كثيرا من بعض العربان أو من بعض الدول التي كانت تنغمس أو لطخت أياديها بالدم السوري أن ننتظر منها شيئا، ولكن لعل الله أن تكون تلك الكارثة هي درس وعبرة لهم، لأنه وتلك الأيام نداولها بين الناس. نعم. يوم لك ويوم عليك. سوريا دائما كانت السباقة بهذا. نعم. الخير لكل العرب دائما، وكانت أبواب مشرعة ومفتوحة لكل العرب من كل دول العربية، والتاريخ يشهد لها بذلك، وليست بغريبة على الشعب السوري أن يكون بهذا الإرادة وتلك التصميم وتلك الإرادة. شعب يمتلك تلك الإرادة وهذا التصميم وتلك الوطنية الرائعة وهذا القائد الذي أنا متأكد شعبه هو ما بين المقل والأهداب، سيكون شعب له شأن بإذن الله تعالى. نعم. قبل قليل وصول طائرة كازاخية من كازاخستان ووصولها إلى مطار حلب تحمل المساعدات. مع كل وصول طائرة هي لا تأتي فقط تحمل مساعدات أو تحمل فرق إغاثة، هي تأتي لتحمل أمل لهذا الشعب، تأتي لتحمل وفاء، شعور بالوفاء. يعني الأمل الذي أقصده هو أن يشعر هذا الشعب السوري أنه ليس متروكا وحيدا، أن هناك صداقة، أن هناك أخوة، أن هناك علاقات، أن هناك سلف ودين كما أشرت حضرتك. يعني هناك سوريا مسلفة مع الكثير من الدول، لها على الكثير من الدول. فلذلك يعني يعود عند وصول أي طائرة أخرى أو أي علاقة من أي دولة فيما يخص المساعدات أنه يشعر هذا الشعب على الأقل أنه ليس متروكا وحيدا مع محنته، كما كنا خلال السنوات السابقة خلال 12 سنة من عمر هذه الأزمة السورية شعر كثيرا ما شعر المواطن السوري على أنه محبط، وأنه أين الدول، أين الأصدقاء، أين الذين كنا يعني نتبادل معهم كل الأشكال اللي ممكن على الأقل من دوافع إنسانية. اليوم يعود جزء من ذلك. تماما أستاذ نزار. طبعا كما أسلفت أنت سابقا وكما تفضلت، عندما تنادت بعض الدول لمساعدة الشعب السوري هي ترتبط كما تفضلت بما قدمته سوريا. التاريخ هو حركة مستمرة. سوريا قد قدمت الكثير لكل دول، ليست فقط كدولة وكشعب، لكن أيضا المواطن السوري الذي حل واسترحل واستمهن الترحال في بعض الأيام وفي بعض الأزمان كان له دور كبير في كل المجتمعات التي قطن فيها وسكن فيها. هناك أسماء بارزة وكبيرة. الآن الشعب السوري عانى ويعاني أستاذ نزار، وعانينا الكثير، وكما تفضلت الآن كانت الحجة هي قانون قيصر، رفع قانون قيصر. هم حتى هذه اللحظة يريدون أن يسيسوا هذا الملف لصالح أجندات معينة، لكن هيهات هيهات. الشعب السوري وكما تفضلت وقف وقفة عز وشرف. الآن المواطن السوري أستاذ نزار وهو ينظر إلى ما قد يأتيه كما تفضلت، هي رسالة أمل، قد لا تحمل الكثير من الشيء الذي يأمله الشعب السوري، لكن هي رسالة أمل للشعب السوري. الآن أزداد الأمل وتسعى الأمل. أنا متأكد أن ما ستكون فيه قادمات الأيام من خلال بعض الدول التي ستحاول التقرب من سوريا من خلال تلك الأزمة، وأنا متأكد أنهم بعضهم الآن سيستغل هذه الأزمة للرجوع والعودة إلى عن الخطأ، وأنا أعتبر دائما العودة عن الخطأ هو فضيلة من الفضائل، هذا إن كانوا يمتلكون تلك الفضيلة أيضا، لكن أنا متأكد أن بعضا أو الكثرة الكاثرة منهم سيعودون إلى ما كانوا بلحظة من اللحظات يتباكون على أسوار دمشق وأسوار سوريا. سوريا تاريخ وسوريا حضارة وسوريا بلد الإنسانية. نحن شعب الآن اليوم طبعا صباح هذا اليوم قامت قافلة من دير الزور باتجاه مدن حلب واللاذقية مكوبة تحمل بحدود 5000 وبضع مئات من السلال الغذائية وأيضا مستلزمات الألبسة والبطانيات والسجاد وغيرها. هذا هو الشعب السوري أستاذ نزار، وهذه هي الفزعة السورية، وهذا هو ديدن المواطن السوري طبعا بإشراف القيادة التنفيذية والسياسية بدير الزور وبإشراف قائد شرطة. نعم. دير الزور السيد اللواء اتجهت الآن. هذا هو الشعب السوري. أنت الآن أقرأ على بعض وسائل التواصل أطفال يفتحون ما
ما كان لديهم من بعض النقود من بعض بحصالات بحصالات ويذهبون بها إلى الجمعيات للمساعدة. هذا هو الشعب السوري وهذا ديدن المواطن. رغم أنه نؤكد أنه اليوم المجتمع السوري بشكل عام هو ليس بأحسن حالاته، هو بوضع بائس بوضع تعبان. تمام. يعني تمام. يعني سنوات الحرب أثقلت السوريين، أفقدتهم مدخراتهم، ظروف الغلاء التي كانت خلال الفترة السابقة، ظروف الحصار التي كانت مفروضة على سوريا والتي ما زالت بكثير من الحالات، احتلال منابع الطاقة. الشعب السوري يعني عندما يقدم اليوم يقدم ليس من وفر. تماما. وهنا تكون يعني قمة العطاء. طبعا أنت لا تقدم من وفر، أنت لا تقدم الشيء الزايد عن حاجتك، أنت تقدم ما أنت بالأساس محتاج إليه. هذا هو الإيثار بعينه، من يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الآن المواطن السوري، الطفل السوري، يعني لدي أمثلة كثيرة من أطفال في من من ابني حتى ولدي وأصدقائه الآن بدأوا بعمل جمعية قد لا تكون هي عبارة عن دريمات لكن هي موقف. هذا هو التربية الوطنية السورية. نحن دائما نفتخر بهذا الإرث الثقافي والحضاري، نحن نمتلك ما لا يمتلكون ونستطيع أن نفعل ما لا يفعلون ونستطيع أن نبني أمل وهم ليس لديهم أمل. نحن لدينا مستقبل، هم ليس لديهم مستقبل. أستاذ نزار، نحن الأمام الآن فلنضع أمامنا الآن معاناة الشعب السوري كما تفضلت، شعب يعاني ويعاني من غلاء وإلى آخره. أيضا يجب الآن بعد هذا الذي حصل أيضا هناك مراجعة ومحاسبة، تأطير بعض الأمور، حتى هيئات الإغاثة والجمعيات يجب تأطيرها بشكل مناسب، عمل هيئة عامة للإغاثة تكون لها أطرها، لها منابعها، لها قواعدها التي تتبعها. الآن بدأنا بمرحلة أستاذ نزار يجب أن نكون فورا نحن من باستجابة سريعة نستطيع أن نفعل شيء. مراكز الإيواء فليكن، نحن الآن أنشأنا مراكز للإيواء في المدارس أو في غيرها من الأماكن، وكثير من الذين قدموا مبانيهم مراكز إيواء. الآن يجب أن نعلم كيف نتعامل مع هذه الأزمة، كيف يمكن أن يكون مركز الإيواء فورا، تخصيص رئيسا لهذا المركز، إنشاء لجنة بهذا المركز، استقبال المساعدات فورا. وأهم قاعدة الآن يجب هي قاعدة بيانات حقيقية أستاذ نزار للذين الآن في مراكز الإيواء أو المستضعفين، قاعدة بيانات. وأنا أتوقع فريق يعني أكفأ من يقوم بهذا هي الأمانة السورية للتنمية ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري، بقاعدة بيانات للذين موجودين الآن في مراكز الإيواء، حاجاتهم اليومية المعيشية ماذا يحتاجون. نأتي بعدها إلى الظرف الثاني وهي إنشاء لجنة مكونة من مختار الحي ومندوبا عن الأمانة السورية أو المكتب القانون بالأمانة السورية أو الهلال، زائد مندوبا من وزارة الداخلية لتقييم الأضرار وعمل الضبوط اللازمة للمنازل المهدمة، حتى نكون قد سبقنا الزمن بهذه العمليات. هذه إجراءات يجب أن تتم على الفور وبالسرعة الكلية حتى نصل فورا إلى ما نحتاجه حقيقة. زائد مثلا نأتي إلى العينية، يجب أن الآن برئاسة حساب موحد يرأسه أو يحركه رئيس الهيئة، الرئيس الأعلى للإغاثة، لجنة الإغاثة العليا، ويخصص أيضا رجل من مكتب من القصر الجمهوري من المكتب الخاص لتحريك هذا الحساب وأرسالها إلى مستحقيها. يجب أن تكون هذه العمليات بدأت الآن بأطرها وشكلها المناسب. نعم. يعني اسمح لي أن نسمع الأستاذ فاضل النجار محافظ دير الزور. سيادة المحافظ مساء الخير. اليوم المواطن السوري في كل مكان يقدم ما يستطيع، يعني جهود كبيرة تبذل اليوم على الصعيد الاجتماعي، حالة وقوف حقيقي، ونقول يعني إن كان هناك من درس، إن كان هناك من شيء يمكن أن نأخذه كعبرة، أن نأخذه اليوم كإعادة شحن الأمل بنفوس السوريين وبعزيمة السوريين، أنه هذا الشعب اليوم رغم كل ما أصابه، رغم واقعه الصعب، رغم كل ظروفه، اليوم نجد يعني اتجاه حقيقي من قبل السوريين ليقدموا ما يستطيعون قدر استطاعتهم، مع أنهم هم اليوم غالبية الشعب السوري، الغالبية المطلقة من الشعب السوري اليوم هم بحاجة ما يدفعونه اليوم وما يتبرعون به. مساء الخير. ألو. أهلا وسهلا، تفضل. مساء الخير لك أستاذ نزار ولضيفك الكريم الأستاذ محمد ولسادة المشاهدين. أهلا وسهلا. وبدنا نقول بداية الرحمة، كل الرحمة لشهداء شهدائنا الأبرار، وأيضا أتمنى الشفاء العاجل للجرحى
هلا مثل ما قلت حضرتك يعني هي فعلا كارثة، كارثة إنسانية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، خلفت أضرار كبيرة للأسف في المحافظات اللي ذكرتها اللي هي حلب وأيضا حماة واللاذقية، وحجم الكارثة أكيد كبير كتير. لكن دائما وأبدا السوريين مميزين بالتعاضد والتلاحم والتآلف، ونحن عندنا حتى بدير الزور مجرد وقوع الكارثة تدعى الأهالي والفعاليات المجتمعية في محافظة دير الزور، وأبدوا أيضا هن اللي بادروا وطلبوا أنه يشاركوا ويساهموا في جمع التبرعات وتهيئة قافلة لمساعدة أهلنا في المحافظات الثلاثة. وفعلا خلال يومين أو ثلاثة طبعا نحن شكلنا لجنة من أجل هذه الغاية حتى يكون الأمر طبعا مدروس ومنظم. وفعلا مثل ما حكى الأستاذ محمد اليوم 8 شاحنات اليوم تسيرت من محافظة دير الزور باتجاه محافظة حلب وباتجاه اللاذقية وأيضا حماة. هاي المساعدات طبعا فيها سلال غذائية وفيها احتياجات مستلزمات صحية وأيضا فيها بطانيات وسجاد مثل ما حكى الأستاذ محمد. نعم. وبعض الاحتياجات الإغاثية اللازمة في هكذا حالات. نحن كانت هي بسيطة وممكن ما تؤدي الغرض، لكن هي رسالة قالها أبناء دير الزور بأنه يخاطبهم فيها أبناء المحافظات اللي تعرضت لهذا الزلزال وهذا الدمار وهذا الخراب، رسالة بتقول لهم أنه ألمكم ألمنا ومصابكم مصابنا. وهي صحيح ممكن ما تساوي شيء، لكن هي ممكن تساهم مساهمة بسيطة ببلسمة تلك الجراح. نحن بالمحافظة أستاذ نزار يعني فور وقوع الكارثة والزلزال قمنا بجولة يعني ليلية بالاشتراك مع مجلس المدينة وأيضا مع الدفاع المدني وفوج الإطفاء في محافظة دير الزور. نحن الأضرار اللي حصلت عنا أضرار بسيطة جدا، يعني تمثلت في مبنى للاتصالات في حي العمال طبعا انهار لأنه هو هذا سابقا كان معرض للعمليات الإرهابية. نعم. متخرب، وبعض التصوينات وبعض يعني الأجزاء اللي ضررت في المدينة بحي بشارع جبيلة وسواها. مباشرة الفرق الخدمية مباشرة ساوي التصوية للطرقات، لكن الأهم نحن فورا نحن سوينا اجتماع للجنة الطوارئ، اجتماع موسع ضم يعني في لجنتي السلامة الإنشائية في الريف والمدينة وكل المعنيين في اللجنة هاي، وتم التوجيه برفع الجاهزية في كل القطاعات إلى الدرجة القصوى والطبع المباشرة بحصر الأضرار، لأنه ممكن تكون ما بتبين فورا مباشرة بعض التصدعات إلى آخره. فطالبنا الجهات المعنية بحصر تلك الأبنية وأيضا مسح المباني الأهلية والحكومية، وحتى المباني الحكومية أستاذ نزار. نعم. يعني صار في لجان طوارئ في كل دائرة حكومية من أجل الكشف على الأبنية التابعة لتلك الدوائر لبيان حالتها الفنية والعمل فورا على إخلاءها إن كانت تشكل خطر على السلام العامة. وقمنا بتجهيز عدد من المراكز الإيواء مثل ما قال الأستاذ محمد. ممكن نحن الأضرار عنا مثل ما قلت لك يعني هي بسيطة وقد تكاد لا تذكر في المحافظة، لكن نحن احتياطا جهزنا في عنا مركز إيواء دائم نحن في المدينة، هو مركز إيواء سكن الطالبات هو موجود بس عملنا على بعض الاحتياجات. وفي مركز إيواء شكلنا أيضا في الصالة الرياضية والمركز الثقافي، وأكدنا على ضرورة طبعا نحن منظومة الإسعاف فورا مباشرة مجرد وقوع الزلزال كانت في حالة استنفار دائم سواء في الصحة أو في أيضا الهلال الأحمر، كانت في أتم الجهوزية. لكن نحن طلبنا من فرقنا الطبية سواء في المراكز الصحية أو المشافي الاستنفار الدائم والاستعداد، وأكدنا كمان على اللجان السلام العامة وأيضا مجالس الوحدات المدن والبلديات على مراقبة مخالفات البناء والتشدد فيها. ويمكن يعني نحن دائما وأبدا البعض بينزعج وبتضايق من متابعة مخالفات البناء، لكن هي هلأ أوضح هذا الموضوع. يعني حتى من كان يقول أنه يا أخي ليش عم تتشددوا خلوا الناس تسكن وخلوا الناس تعيش،
نحن ما بدنا الناس تعيش مؤقتا وتموت وتموت لاحقا نتيجة مثلا أبنية غير سليمة، نتيجة أبنية مضعضعة، نتيجة فساد، نتيجة مخالفات، نتيجة شيء لا يقوم على أساس جيد. المفروض اليوم هذا الزلزال يعطينا درس لعقود قادمة من الزمن. صحيح، هذا الزلزال فعلا مؤشر خطير على، وخاصة أكيد على أنه هاي المخالفات دائما وأبدا هي الأكثر خطورة على السلام العام. فلذلك نحن دائما وابدا في دير الزور نحن بنتشدد دائما في قمع هاي المخالفات البناء، وبالمقابل نحن كمان حتى ما يعني يتذمروا المواطنين قلنا يجب تسهيل اجراءات تراخيص البناء. كمان شددنا على موضوع ويمكن هو عند بعض المناطق طبعا يعني ملتزمين فيه وبعض الاخر، وهو موضوع المهندس المشرف في البناء، وهذا كمان ضروره كثيره. وايضا موضوع بالاخير اجى تعميم من وزاره الاداره المحليه على موضوع كمان اذن الصب، يعني يفترض فينا كمان مشان متانه الاسمنت وكذا والى اخره كمان يجب ان ياخذ المرخص او اللي بده يبني وبده يصب يجب ان ياخذ اذن. شكلنا لجنه ايضا كمان لهذه الغايه. وطبعا نحن كمان شاركنا نقابه مهندسين، تعرف انت حضرتك نقابه مهندسين شريك وشريك مهم جدا، وللأمانة هن طبعا هن متواجدين في لجان السلام العامة سواء اللي هي موجودة في المدينة أو في الخدمات الفنية اللي معنية في الريف، لكن كمان هن شكلوا فرق كمان من أجل هذه الغاية لجرد المباني اللي ممكن تكون تصدعت. كمان للأمانة أستاذ نزار، نحن وزارة الإدارة المحلية تنبهت لهذا الأمر من قبل وقوع الزلزال نتيجة ما حصل في بعض المحافظات من انهيارات لبعض الأبنية، وطالبتنا ايضا واشتغلنا عليها نحن لجان جرد للابنيه اللي ممكن تشكل خطر على السلام العام سواء في المدينه او في الريف. وهذا حصل قبل الزلزال، يعني قبل الزلزال صار في جرد لبعض الابنيه، وكان في تقارير طبعا ترفع للوزاره بهذه الغايه سواء في الريف ايضا او في المدينه. وكان لابد من اجراءات تتخذ في حال كان في حاله خطوره. نحن بالنسبة لنا عندنا في دير الزور يمكن ما في غير بناء واحد مبارح يمكن كان تم إخلاؤه لأنه بشكل خطر على السلامة العام. الله يعطيكم العافية، أشكرك جزيل الشكر القاضي فاضل نجار محافظ دير الزور، شكرا جزيلا لك. شو تعليقك أستاذ؟ أبدا، كما تفضل الأستاذ الفاضل سيادة المحافظ فاضل نجار، كان هناك استجابة واستجابة سريعة وقام بما هو مطلوب ومقونا. الأستاذ فاضل يتميز بهذه الميزة الرائعة، هي القوننة أو العمل المؤسساتي المقونن بتشكيل اللجان، وتناهت فورا أو إلى محافظة دير الزور وبإشرافه شخصيا وكذلك بإشراف القيادة السياسية ممثلة بأمين الفرق الرفيق رائد غضبان وكذلك بالسيد اللواء قائد شرطة دير الزور بتشكيل لجنة الحفاظ أو بالأحرى استلام تلك المواد العينية وإرسالها إلى المحافظات. وهي ليست بغريبة على أهل سوريا كاملة أستاذ نزار، ليس على أهل دير الزور، هي أهل سوريا كاملة هم تمتعوا بهذا، لكن نأمل أن تكون هذه الفزعة من أهل دير الزور هي جزء من الواجب الوطني المأمول من أهالي دير الزور. أيضا دير الزور تعاني أستاذ نزار، يعني هي أيضا أنت كما تعلم قد حوصرت وتم تدمير كثير من المباني فيها. من هذا المنبر الكريم أيضا تعلم أن دير الزور بلد زراعي، يعني الآن موسم الذرة الصفراء على الأبواب، هناك جهاز لتجفيف الذرة الصفراء تم، وهذا مهم جدا لرفد الاقتصاد الوطني. حتى هذه اللحظة لم تصل هذه الآلة لتجفيف الذرة الصيفاء الصفراء بهذا الموسم. من وين توصل؟ من دمشق، من الوزارة يجب أن ترسل. موضوع الصحة أيضا، وقد لا أكون بهذا الصدد، لكن الآن الأزمة بدأت تفتح، يعني يجب أن نكون متحضرين متهيئين. جهاز المرنان المغناطيسي هو الوحيد بدير الزور، وقد وعد وزير الصحة بإرسال هذا الجهاز ولم يرسل حتى هذه اللحظة. يعني الآن الأزمة أيضا فتحت عيون مجلس مدينة دير الزور، لا يوجد به آليات أستاذ نزار حتى أكون واقعي. وهذا ومن هذا المنبر الكريم أيضا أناشد السيد وزير الإدارة المحلية لرفض مجلس مدينة دير الزور ببعض الآليات التي يجب أن تكون متواجدة، وخصوصا بهذه الأزمة. مشان هيك نحن يعني تمنينا يوم أمس أنه على الدول
التي تقف إلى جانب سوريا على الأمم المتحدة، أن هناك نقص بالآليات يعني الآليات الموجودة اليوم بالمحافظات وبمؤسسات الإنشاءات المؤسسات الإنشائية الشركات الإنشائية الموجودة اليوم في سوريا، إضافة لمتعهدي القطاع الخاص، يعني كلهم لا يشكلوا ولا 10% مما كان موجودا في سوريا سابقا، وبالتالي اليوم في أزمة بموضوع الآليات الثقيلة. ويعني الأمل اليوم أنه بالدول التي تقف إلى جانب سوريا أن تمد سوريا بهذه الآليات، ولو كان لدينا عدد كافي وجيد من الآليات لكنا قد ربما وفرنا أرواح مما هي اليوم تحت الأنقاض. تماما أستاذ نزار، يعني هذا الكلام نحن عندما نعلن أنه هذه منطقة منكوبة فهي أصبحت هي عبارة عن بالقانون الدولي المنطقة المنكوبة هو نداء واستغاثة لجميع الدول لإجابة الاستغاثة لهذه المنطقة، المرجو والمأمول من الدول الصديقة والأشقاء، وكل الشكر وأخص بالذكر تلك الدول التي يعني وبسرعة كبيرة كان لها استجابة سريعة للدولة السورية، أن يؤخذ بعين الاعتبار موضوع الآليات أو بالأحرى إرسال بعض الآليات والمعدات التي تصلح لهذه، وخصوصا المواد التي المعدات الثقيلة، نقول نحن بالمصطلح العلمي يعني أو كذا معدات ثقيلة، البلد بحاجة وبحاجة كبيرة، وخصوصا القطاع العام والقطاع الخاص أيضا بحاجة نتيجة أيضا غلاء الأسعار. قد كان قديما ممكن المتعهد يشتري آلية لكن الآن قد لا يستطيع توفير، وأيضا ما دمر أو دمرته آلة الحرب الظالمة على سوريا، يعني كثير من الشركات فقدت آلياتها من خلال سرقة أو حرق أو تخريب أو نهب أو إلى آخره. المأمول بهذه الأوقات أستاذ نزار هي أيضا كثير نحن نقول أنه الأطر أو قاعدة بيانات حقيقية، وهي تشكل الآن هي الركيزة الأساسية لكل عمل إغاثي وكل عمل يخص الاستجابة السريعة، هي قاعدة بيانات حقيقية ومؤتمة مؤطرة بإذن الله تعالى حتى نصل إلى تأثير أو حتى نستطيع أن نوصل الدعم إلى مستحقيه حتى لا تشوبه شائبة فساد أو غيره. أيضا من خلال منبركم الكريم أستاذ نزار، دير الزور أكثر ما أهلها لا يقطنون في منازلهم، قد يقطنون في الريف أو غيره وكذا. من فترة حصل عملية تقييم لمنظمة الهلال، أنه تقييم لبعض العوائل أنه ممكن هذول يستحقون أو لا يستحقون. هذا نداء من خلال منبرك الكريم للأستاذ خالد حبوباتي رئيس منظمة الهلال بسوريا، أن تستثنى دير الزور محافظة دير الزور من هذا التقييم وتبقى المساعدات كما هي حتى نعود إلى المدينة بألقها وأوجها بإذن الله تعالى بزراعتها بثرواتها النفطية كذا. نعم، هلأ امبارح أثير موضوع على الناس الذين تجاوزوا بموضوع السلل الغذائية أو بموضوع المساعدات الغذائية التي جاءت. قلنا أنه إذا أخذنا الموضوع بحسن نية، نحن ما بدنا نقول اليوم لا بسوء نية ولا حدا بده يتاجر بهذه المساعدات. في حدا بده ينحاز قليلا ويوزع هذه المساعدات لأقربائه، ليس من باب التبرير على الإطلاق، ولكن هي نظرة عامة. اليوم المجتمع السوري كله بحاجة، تمام. اليوم 90% من الشعب السوري فقير، تمام. هو بحاجة هذه السلة الغذائية، تمام. فهون مشكلة كمان أيضا. يعني دير الزور يعني اليوم يعني محافظة بالأساس حتى صنفت بمرسوم، صنفت أنه هذه المحافظة اليوم أنه ما بدنا نأخذ منهم ضرائب بالأسواق وغيره، بدنا الناس ترجع، تماما، لأنها تماما. محافظة بوضع نحن نريد الناس أن تعود ونريد تماما. الناس فالناس بوضع تعبان، تماما يعني. فهذا النداء وهو المأمل يعني المرجو من الأستاذ خالد، وأنا أعلم تماما أنه محافظة دير الزور في قلبي وفي عيني، أن تستثنى من هذه الأحصاء حتى تعود دير الزور إلى ألقها وكذا، لأنه عملية إحصاء قد استثنيت عوائل كثيرة وهي محتاجة فعلا، نعم. محتاجة فعلا. طبعا هذا النداء الأخير، كل الشكر يعني لمستمعينا، كل الشكر لمشاهدينا. أستاذ نزار، اليوم نحن نمر بأزمة وأزمة حقيقية، لكن الآن أصبح الأمل واسع وواسع جدا بإرادة هذا الشعب. إن شاء الله يا رب، وقائده إن شاء الله يا رب. بإذن إن شاء الله يا رب. أشكرك جزيل الشكر أستاذ محمد المشعلي، كل الشكر، شكرا جزيلا لحضرتك، شكرا. عضو مجلس الشعب السابق، شكرا، شكرا جزيلا، شكرا أستاذ نزار، شكرا. نذهب إلى مادة ونعود. اسمع صوت طق طقت ونزلت السقف، الأبدي الشاب قال لي بابا، هذا اللي سمعته، ما تسمعت شيء، وأصيح الله أكبر. يعني أملي في الله كبير الحمد لله، بيرك أنا بستنى فرج الله، هن عم يحفروا وعبطالوا كمان أنقود من حوالي، عم يطالوا العالم وطالوا الخلوق وطالوا. إجا قال بابا أنت مين؟ قلت له مين أنت؟ قال لي أنا علي. قلت له الله يرد عليك يا علي. قال لي خذت جيتك يوم
جيتك الله بطالعك إن شاء الله. حطني هيك بحضنه ورجع فيني أدري هيك لورا، سحبني سحب ورجع فيني لحتى طلعت شفت شافوني شباب شالوني على الإسعاف جابوني لهون والحمد لله رب العالمين. تاني يوم تم ابني نيك قالوا سعفوا، تاني يوم طلع دوروا عليهم دوروا عليهم لقوهم بالأبو كله الحمد لله. المرأة والبنات والصبية خمسة، مع المرأة ستة الحمد لله. ساكنة بستال باشا، أول ما صار الزلزال كنا نايمين نحن، ما حسنا نتحرك يعني حتى عدرج يعني من الغرفة نحن ما طلعنا. أنا يعني كنت بالتخت ضليت بالتخت وهيك ما حزل لطبيت البناي أول ثانية. بتكل عليكم؟ إيه إيه. وبس أمي وأبوي كانوا بغرفة وأنا بغرفة. كان في فرق بس حيط بيناتنا. أنا طلعت ويعني إنه ضليت، بعدين سمعت صوت أبوي عم بصيح عم طمن علي. هو سمع صوتي ما عاد سمعت صوته لا هو ولا صوت أمي. بعد يمكن 3 ساعات طالعوني نزلة الإنقاذ. إيه يعني ما تحركنا نحن. وبعد يمكن 30 ساعة طالعوا أمي وأبوي متوفين. صار الزلزال صار تهزل البناي، قمنا نزلنا نزلوا الأولاد قبلنا لفوا هيك على اليمين طلعوا على المخفر الميدان. ابني الكبير وأخته أصغر منه وأخوه صف تاني قطعوا، ضل بيناتهم وبين بنتي بس الشارع. زاوية بناي طبت على بنتي وعلى زلمة توفى وبنتي تصوبت. اليوم زارنا سيادة الرئيس زيارة كانت مفاجأة، فعلا مفاجأة كل العالم يعني تفاجأنا أني ما حسيت لنا اللي دخل لعنا على الغرفة. أي الله يمد في عمره ويطول في عمره يا رب. يعني هو دائما بيعطينا الأمل الأمل للمستقبل. مفاجأة حلوة كتير الله يخلينا إياهم، لفتة كريمة من سيادة الرئيس. أنا مبسوط قال أحكوا معي إنه إيش لازمك أو هيك إنه بدك ترجع على المدرسة. جيت وتفرحنا والله يوفقه ويسر أمره ويفتح أبواجه بجاه النهار هو وعيلته. اسألكم إيه قال لنا إيش لازمكم إيش تريدون إيش إحنا حاضرين. الحمد لله رب العالمين. اللي صار معي قلت له هذا اللي صار معي أدرى الله إني هيك صار معي، إيش لازمك إيش بدك ما قصر كمان الله يطول عمره ويديمه على الوطن. وضيفاي في هذه الفقرة الدكتور عبد الله الماشي الناشط الاجتماعي والدكتور ياسين العلي عضو اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة. أهلا ومرحبا فيك دكتور. أهلا وسهلا. أهلا أستاذي. طبعا في هذا الشق أو في دائما اليوم في غالبية تغطياتنا كنا نركز على الشق الاجتماعي، على الوضع الذي كان مشرفا وغير مفاجئ وغير مستغرب وغير مستبعد من السوريين على اختلاف اتجاهاتهم بهذه المحنة بهذه الأزمة التي كانت أزمة الزلزال. هناك من يعني كما تقول الآية القرآنية أنه انفروا خفافا وثقالا، فرأيناهم لهم ينفرون خفافا وثقالا ويجاهدون بأموالهم وبأنفسهم بشكل حقيقي. يعني اليوم المواطن السوريون يعني من تبرع بالمال، من تبرع بشيء عيني، من وضع نفسه بخدمة العمل الإغاثي والإنساني اليوم في سوريا، من قدم خبرته ووضع خبرته بأي شيء، سواء كان طبيب وضع خبرته في مجال الطب والمساعدة، سواء كان مثلا مهندس، أكثر من مهندس تواصل معنا وقال أنا أضع خبرتي وأنا مستعد لتقديم استشارات مجانية لمن يشك أنه بيته مثلا في سلامة في شيء يخص السلامة أو ما يهدد السلامة أو أي شيء يتعلق.
فيعني هذا هو الشعب الذي يعني نرفع رأسنا الحياة. نرفع رأسنا بهذا الشعب السوري وبوقفته المشرفة بكل القطاعات من الكبير ومن الصغير ومن كل شخص يعني وقف رغم كل الحملات المغرضة، الحملات الخبيثة الموجهة من الخارج من أجل إجهاض هذا الموضوع ومن أجل زرع التشكيك ومن أجل زرع الفتنة. وللأسف عندما تجد أنه هذا الشيء جاء من سوريين قبل أن يكون من الناس الغرب، مشكلة حقيقية. فإذا يعني فزعة كبيرة اليوم شفناها من السوريين. تحياتي لك أخي نزار، الرحمة للشهداء. المصاب كبير ولكن النخوة والمروءة والكرامة أجل وأكبر. عندما ترى لماذا المصاب كبير؟ المصاب كبير كمدينة حلب، هي مدينة تعرضت لكثير من الغذائف منذ عام 2012، فيها كثير من الأبنية المخالفة والعشوائية. صراحة هذه الأبنية بحكم العادة يعني نتيجة الغذائف هي أبنية غير متماسكة، هي أبنية مخالفات، زائد حصول الزلزال. المصاب كبير وكبير جدا، هذا الزلزال يعني الذي أزهق أرواح كثيرة من الضحايا، أرقام الضحايا إلى الآن 1400 ضحية، زاد 2500 مصاب تقريبا. هذا الزلزال أحدث كارثة اجتماعية، ولكن همة السوريين مع الدول العربية إذا نتكلم أو مع الدول الأخرى هي مروءة ونخوة، فكيف همتهم ووقفتهم مع أخوانهم وأبناء جلدتهم وأبناء لغتهم وعروبتهم؟ هذه الهمة ليس غريبة عن هذا الشعب، هذا الشعب الذي يستحق الحياة، هذا الشعب المؤمن بقيادته ومؤمن بوطنه، هذا الشعب الذي لبى النداء في اللحظات الأولى، فكانت يعني التلبية من جميع شرائح المجتمع السوري من الغني والفقير، من يقدم بطانية، من يقدم سفنج، من يقدم وسادة، عمال الصيانة اتجهوا فورا إلى أماكن الأضرار. إلى الآن 4-5 أيام ولا يزال يرفعون الأنقاض عن الضحايا. هذا مجتمع جدير بالبقاء، مجتمع ترفع له القبعة، مجتمع قوي متماسك لا يمكن أن ينهزم. نحن للأمانة فرحنا ونفرح دوما حين نرى قدوم طائرة لتقدم مساعدات إلى شعب لا يستحق المساعدات من أحد، لأنه هو شعب يعتمد على نفسه، ولكن قدر الله أن يمتحن صبره. امتحان الصبر هذا يعني للأمانة قد طال علينا. سمعنا في فجر اليوم رفع لقانون العقوبات، قانون قيصر، عن هذا البلد الكريم. الطائرات التي تصل للأمانة وتقدم مساعدات غذائية وصحية مشكورة، هي جهود يعني تشكر هذه الدول، ولكن نحن لدينا يعني أخي نزار، نحن للأمانة في بلد بحاجة لا نقول إلى الخطط الوقائية للإنقاذ، نحن في الخطط الإسعافية نحتاج إلى المزيد من الدعم ومن الطاقة. إلى الآن يعني عندما تقول بناء يقع فوق 4 أو 5 عائلات، وهؤلاء الضحايا يعني يفرغ البناء هذا بآلات بدئية أو باليد حتى في بعض الأماكن، فإلى أين وصلنا؟ نحن لا نحتاج فقط يعني نحن نريد أن ننقذ، أو فيما بعد لا قدر الله إذا حصل طارئ نحن نريد معدات، نريد من هذه الدول من اللحظة الأولى يعني كنا نطمح أن تصل يعني معدات قادرة على انتشال من مات من الأموات، وكنا نستطيع أن نفعل ذلك، ولكن نتيجة الأزمة، نتيجة تقاعس الكثير من الدول العربية إلى الآن التي يعني لو أرادت أو قدر لها أن تقول أن هذا الزلزال صنعته الحكومة السورية لقالت هذه يعني هذه الكلمة، يعني هي حملة يعني لا يرون في هذا البلد المقاوم والمعطاء أكثر من عدو مهما حصل. دكتور ياسين، طبعا اليوم البعد الاجتماعي هو بعد هام جدا، يعني برزت هذه العقيدة الكبرى لدى السوريين، يمكن لأنه الخطر كان على الجميع، يعني من أصيب من قدر الله له أن يتعرض لهذا الأذى وأن تنهار عليه الأبنية أو أن يفقد أحد أقربائه، أو من شعر بالخطر ولكنه لم يصب، وبالتالي يعني الجميع تساووا بهذا الشعور، شعور الخوف وشعور الرهبة الذي حدث نتيجة هذا الزلزال. صحيح. اليوم الطاقات الاجتماعية كيف ممكن نستخدمها أكثر ونوظفها أكثر؟ نعم، كل الشكر لحضرتك أستاذ نزار. بداية الحقيقة العزاء والرحمة لأرواح شهدائنا الذين قضوا في هذه الكارثة الطبيعية حقيقة التي حلت على سوريا من أقصاها إلى أقصاها. واسمح لي بداية أن أقول أمر غاية في الأهمية، السوريون لا يستجدون
بل يطالبون بحقوقهم. وعندما نرى ما نراه اليوم من مبادرة السوريين لبعضهم البعض، فهذا يدل على أمر واحد، أن السوريون هم يعرفون الفضل، لأنه لا يعرف الفضل إلا ذوه. فلذلك هب المجتمع كله لنصرة بعضه، رغم أن المجتمع السوري في ظل هذه الظروف التي يعيشها من 12 سنة هو في حالة عوز، ومع ذلك ما وجدناه اليوم خلال 4-5 أيام من تاريخ الكارثة إلى الآن حقيقة ملحمة كبرى، ملحمة إنسانية، صورة إنسانية تجاوزت برأيي الشخصي عن أي ملحمة أخرى كتب عنها في التاريخ بالظروف الاقتصادية التي تعيشها سوريا اليوم. وعندما أقول لا يعرف الفضل إلا ذووه، أنا أوجه شكر لكل الدول التي هبت وبادرت قبل أن يصدر القرار الذي صدر من وزارة الخزانة الأمريكية اليوم. نعم بالتأكيد طبعا. فكان يعني هلأ موقف الجميع مقدر، ولكن نعم. بالتأكيد ليس من بادر منذ الساعات الأولى كمن بادر لاحقا، ممكن أن يتساوى والله بعد بكل اللي انتظر بكل العقوبات، لكن علينا أن نشكر من بادر ومن سيبادر. نعم. لأنه نحن اليوم خلينا نحكي بالجانب الاقتصادي، لأنه هو جزء من علم الاجتماع وهذا أمر غاية في الأهمية. يعني نحن اليوم عندنا 3 مدن تضررت وهي صنفت أنها مدن منكوبة، تمام، هي حلب واللاذقية وإدلب. فهذه المدن الآن هي لطالما صنفت أنها مدن منكوبة فهي بحاجة مساعدات حسب القانون الدولي. إذن أنت لما بتكون بحالة سلم وما عندك أي مشاكل أساساً اقتصادية، مو في بلد كسوريا مورس عليها كل الإرهاب خلال 12 سنة بما في الإرهاب الاقتصادي، فإذا هي في حالة غير طبيعية، فهي أكيد ستحتاج مساعدة الجميع. وأعود لأقول أن السوريون لا يستجدون بل يطالبون بحقوقهم، لأنه سوريا إلى فضل على الجميع. وبالبعد الاجتماعي أنا بدي نوه أيضا عن نقطة تاريخية هي مهمة جدا. يعني هذه البلاد الذي حبان الله أن نكون من أبنائها هي بلاد لها عمقها التاريخي، وهي من آلاف السنين قدر لها أن تكون هي مكان لقاء وصراع للحضارات. نعم. وأيضا حتى الطبيعة تتنفس فيها، فهذا هذا الزلزال بطبيعته تمام هو تنفس للأرض، هي حالة جيولوجية، حالة علمية طبيعية حتحصل. فنحن هذا قدرنا، لكن ما سلواننا الدائم وعبر التاريخ أنه هذا الشعب عنده عشق وشغف في الحياة وعنده قدرة على التجدد والنهوض، ليس اليوم، منذ آلاف السنين وعبر التاريخ. نعم طبعا نحن عم نشوف اليوم يعني بالجهود الاجتماعية والجهود الموجودة اليوم، جهود الإنقاذ، وكنا نطالب قبل أيام أنه تكثيف فرق الإنقاذ، المنسعفون السوريون تعبوا خلال هذه الأيام، الله يساعدهم في ظروف قاسية البرودة بأيديهم وأظافرهم كانوا يعملون. صحيح. الحمد لله كان في اليوم نتيجة إيجابية الآن قبل قليل تبعث على الأمل من جديد أنه ما زال هناك ناجين تحت الأنقاض. تمام. الحمد لله رب العالمين، يعني هذا شيء حقيقة يعني يبعث على الأمل من جديد، ونقول أنه الأمل ما زال موجودا بأن يكون هناك ناجين تحت هذه الأنقاض. ما عبر الهاتف الأستاذ حسان نجار، عضو مجلس الشعب، رئيس الجمعية السورية المعلوماتية من حمص. أهلا ومرحبا فيك أستاذ حسان. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا أستاذ حسان. نحن نبحث منذ أيام بتداعيات الزلزال على سوريا، أمر طبيعي أن يركز الإعلام بشكل أساسي اليوم على جهود هذا المجتمع، هذا المجتمع الخير، هذا المجتمع الذي بادر لتقديم كل ما يستطيع، هذا المجتمع الذي وضع نفسه سواء كان موظف، الموظفين اللي بدوائرهم الحكومية اليوم يعملون بطاقتهم القصوى بشتى المجالات، أو الناس المتبرعين والناس المتطوعين، الناس الذين قدموا استشاراتهم وخبرتهم مجانا لكل من يريد أن, 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 أن يسأل عن شيء، وبالتحديد نتحدث بالشق الهندسي والشق الإنشائي والشق العمراني. يوم أمس اتصلت بحضرتك وطلبت منك أنه يعني بعض الأهل والأصدقاء في حمص بحاجة إلى استشارات في موضوع الأبنية، مباشرة حضرتك تجاوبت معنا
وأسألك هنا، وحضرتك كنت في بلدية حمص، اليوم كم هو مطلوب اليوم من يعني ونلاحظ ذلك بكل فخر واعتزاز من الموظفين الذين اليوم لا يذهب بحكم أنه موظف وأنه وظيفته طالبة منه أو وظيفته فارضة عليه، هو يذهب طوعا ويذهب بكل حماسة وبكل وبكل ود، يذهب ليقدم استشارة عمرانية، استشارة بناء في أي قطاع من القطاعات. تفضل استاذ. استاذ نزار، طبعا اليوم الازمه كبيره اللي عم تتعرض للبلد بشكل عام، وهذا الزلزال حقيقه كان مصاب كبير على الشعب السوري، بحيث انه نحن اليوم عم نشوف تضافر جهود كبيره على كافه المستويات، سواء على المستوى الوطني بقطاعيه العام والخاص وعلى المستوى المجتمع الاهلي. اليوم نحن بهالظروف تظهر معادن الاشخاص وتظهر عمليه التضافر والاتحاد والتعاون والعضد الواحد ما بين الشعب السوري مجتمعا. اليوم مصاب اخواننا وشعبنا في محافظة حلب واللاذقية وحماة وإدلب وجميع المحافظات السورية التي تعرضت لهذه الكارثة مصاب كبير. إذا لم نشعر ببعضنا فهناك إشكالية كبيرة. اليوم نحن عم نحط كل جهودنا بكل إخلاص وبكل وطنية في عملية دعم شعبنا المنكوب الحقيقة في الجهاد. اليوم ظهر أهمية التعاضد ما بين الشعب السوري بكل المستويات. اليوم نحن عم نشوف التعاضد على المستوى الدعم المادي والمعنوي وعملية تضافر جهود المتطوعين بكل الفرق والمجتمع الأهلي رفيق. اليوم نحن أمام مصيبة كبيرة. اليوم إذا ما كان في عنا جهود تتضافر مع بعض البعض، نعم، الحقيقة راح يكون في عنا إشكالية كثير كثير كبيرة. واليوم بالأزمة ظهرت معادن الأشخاص ومعادن الشعب السوري الحقيقي. نعم أستاذ حسان، طبعا الحديث اليوم عن تقديم الخبرات، وهذا الموضوع يعني قد تواصل معنا كثيرون، وطبعا تابعنا ذلك بكل المحافظات، أنه كل المحافظات وضعت اليوم رقم ساخن، خط ساخن أو رقم واتساب أو وسيلة تواصل معها، من أجل أنه من يشك أنه بناؤه مثلا في مشكلة، بيته في مشكلة، ما لديه قلق، ما لديه خوف. في ناس لحد الآن رغم كل التطمينات، طبعا التطمينات العلمية، هناك ناس ما زالوا خائفين، وبالتالي أنه يجب أن نطمئنهم ويجب أن نقدم لهم المشورة ونقدم لهم الخبرة، بالتحديد بموضوع الكشف عن الأبنية. اليوم في دور أساسي للوحدات الإدارية والبلديات بالإضافة لنقابة المهندسين. نعم عندك مشكلة بالضبط. المباني المتضررة بحاجة إلى عملية اختبار بطريقة على القليل بالمشاهدة العينية بالدرجة الأولى، ومن ثم إجراء مجموعة من السبور التي تضمن سلامة هذه الأبنية. اليوم مهندسينا من خلال فرق تم تشكيلها في نقابات المهندسين في المحافظات، بالإضافة إلى توجيهات السادة المحافظين للبلديات والوحدات الإدارية المسؤولة عن القطاع في الاتجابي من خلال الخطوط الساخنة على كل الاتصالات الممكن تكون من الأهالي الذين يشعرون بخطر موجود ضمن الجملة الإنشائية في المباني اللي تعرضت للزلزال. اليوم العملية بحاجة إلى اختبارات سريعة، بحاجة إلى فرق عمل كبيرة، بحاجة إلى جهود متضافرة مع بعض البعض. اليوم عندنا خبرات هندسية كبيرة تستطيع أن تحدد ما هي الإجراءات اللازمة لعملية تدعيم هذه الأبنية للحصول على السلامة الإنشائية الكاملة. نعم. اليوم العملية ما أنا بهالشكل الصعب، بس لازم نأخذ الاحترازات والإجراءات الاحترازية اللي تضمن سلامة وأمن مواطنينا. نعم. هلأ راح أسألك سؤال من بصفتك رئيس الجمعية السورية المعلوماتية، وطبعا هو بس فقط في إطار إبداء الرأي. قبل قليل كتب زميلنا رئيس تحرير صحيفة الوطن والضاحة بدربه عبر صفحة الفيسبوك، قال يطالب الجهات المسؤولة سواء وزارة المالية وزارة الاتصالات، أنه موضوع الهواتف الموبايلات اليوم هو حاجة. في ناس اليوم راحت موبايلاتهم، في ناس اليوم بظرف بحاجة لإطمئنان على ذويهم، في يعني نحن اليوم في وضع اجتماعي قلق وفي وضع اجتماعي صعب وبحاجة لذلك إلى ترميم، وطالب هذه الجهات أنه موضوع جمركة الموبايلات يقف عائقا أمام ذلك. رأيك سريعا، طبعا هذا ما سؤال فخ، هذا سؤال يعني بس يعني هلا رأيك. نعم. هلا بالنتيجة تأمين البنية التحتية الخاصة بالاتصالات هذا أحد مسؤوليات وزارة الاتصالات ومسؤولية الحكومة السورية، وبالتالي نحن لازم نقدم كل الوسائل لتأمين عملية الاتصال. نحن اليوم أحيانا بيكون في عنا
بعض الأشخاص المنكوبين في مناطق لم يعد هناك أي نوع من أنواع التغطية، وبالتالي نحن بحاجة لتأمين كافة التجهيزات اللازمة سواء تجهيزات مؤقتة أو تجهيزات ثابتة. اليوم نحن في عنا إمكانية تركيب محطات بس مباشرة ومؤقتة في المناطق التي انعدم فيها الاتصال لتأمين هذه الاتصالات بالشكل الأمثل. اليوم نحن بحاجة لتأمين كل وسائل الأمن والأمان لعملية الاتصال. اليوم عم تتضافر جهود بشكل أو بآخر في عملية تأمين مستلزمات العملية الاتصالاتية والمعلوماتية. اليوم صار في عنا أكثر من منصة اليوم عم تنظم عملية التواصل وعملية توزيع الدعم والاستعانة بوسائل تقانة المعلومات في عملية التأمين، آلية التوزيع الأمثل للاحتياجات وفق احتياجات مراكز الإيقاع ومراكز الخدمات المجتمعية اللي عم تضافر فيها جهود بشكل كبير في عملية إيصال الدعم اللازم إلى مستحقيه في الوقت المناسب والزمان المناسب. أشكرك جزيل الشكر أستاذ حسان نجار عضو مجلس الشعب، شكرا جزيلا لك رئيس الجمعية السورية المعلوماتية. شو رأيك بالنقطة دكتور عبد الله؟ والله يا أخي نزار، عندما يكون يعني سعر الجمرك تبع الموبايل تقريبا بقدر حق الموبايل، لا أغلى، نحن أمام بعض الحالات هو نحن أغلى، أمام مشكلة كبيرة. هلأ نحن نرجع بس لنقطة إعلان منطقة منكوبة. إعلان منطقة منكوبة هو بالتعريف الواسع هو استجداء دعم دولي لهذه المنطقة. نحن خلينا نرفع السقف شوي أخي نزار ونحكي بقليلا من الشفافية. نحن قبل يعني أو بعد هذا الإعلان نحن بحاجة إلى خطط من الداخل ضمن النطاق الذي تحكمه الدولة السورية لبعض الإصلاحات، كأن نوسع الباب التنافسي بين التجار. الاحتكار إلى الآن هو سيد الموقف، ونحن نعلم وتعلم ما آلت إليه الأمور في كثير من المواد وفي كثير من الأسعار. النقطة الثانية والأهم هي المعابر، وأنا دوما أشدد أن معبر التايهة لو أبيح له أن يسقط عنه الجمرك لكانت الانعكاسات إلى درعة والطبقة أو التايهة والطبقة يبعد عن درعة تقريبا على المسير 400 كيلومتر. نعم. لو قدر له أن يسقط عنه الجمرك فقط. يعني ما يدخله من جمرك هو أقل بكثير مما من الفائدة التي كانت ستعود بالنفع على المجتمع، لأنه كثير من الناس يعني لا تتحمل هذه الأعباء وهذه المضايقات فتنأى بنفسها وتربأ بنفسها. نعم. لا لا لا، النقطة في قرار مهم صدر منذ أيام، هو تقريبا نحسن نقول استيراد الحوالات أو تسليمها حسب أسعار السوق السوداء، وهذا تكلمنا فيه سابقا، وهي خطوة جريئة ولها انعكاسات إيجابية قريبا. النقطة الأهم أخي نزار، ولكي نكون يعني صادقين قليلا وشفافين، نحن في بلد عندما نرى هذا الجمهور العريض الذي لبى النداء في حدود زلزال، يعني عندما قالوا حدث الزلزال الأول قالوا بعد قليل سيحدث ارتدادات. نعم. وإلى آخره، يعني ومع هذه التصريحات يلبى الشعب النداء ويذهب كل هذا البعد وبكل هذه المساعدات الإنسانية الشعبية. أنا أتواصل مع مدينة حلب، يعني أغلب المساعدات التي تقدم إلى الآن هي مساعدات من الأهلية صراحة. نعم. من المجتمع المحلي الأهلي، ويشكر هذا الشعب قادر على أن يبني بلده، فقط أن نؤمن له البيئة الإدارية، أنا أحكي من الناحية الإدارية اللي تحسن تراعي يعني الظرف اللي يعني من خلال إداراتنا نحن. أنا ما عم بحكي لا. نعم. عن قيصر. نعم. ولا عن موضوع مناطق منكوبة. هذا شيء بإيدنا. نعم. ونستطيع أن نتحكم فيه، وآن له أن يثمر وآن له أن ينضج يعني. نعم. دكتور ياسين، طبعا حضرتك الآن في هذه المحنة، محنة الزلزال، فقدت أحد أو بعض من أقربائك رحمهم الله جميعا. يعني اليوم كل السوريين مكتومين وكلهم يعني بإصابة مباشرة، سواء كان بشكل مباشر من الأقرباء أو بالوضع العام، حالة الأسى التي اليوم تعم الوضع في سوريا. هناك من قال أنه ظروف الحديث عن تنمية مستدامة هذا يحتاج مجتمع مستقر، يعني دولة أمورها تمام، بوضع تمام، ما عندها حرب ولا عندها مشاكل ولا عندها عقوبات ولا عندها احتلالات لأراضيها ولمنابع الطاقة، ممكن أنه تحكي عن تنمية مستدامة. ولكن بالظرف الذي تعيش فيه سوريا، ليس على مستوى الأفراد فحسب، وإنما حتى على مستوى الدولة ومستوى التخطيط ومستوى الحكومة، نعيش كل يوم بيومه. شو رأيك؟ طيب، أولا بما يخص التنمية المستدامة، التنمية المستدامة هي ليست حالة من الرفاهية تعيشها الدول، تمام؟ عندما نقول عن نتكلم عن التنمية المستدامة، فنحن نتكلم عن إدارة مواردنا الطبيعية بشكل كفء يكفينا، ونكون نخطط للأجيال التي بعدنا.
فهي ليست حالة رفاهية. أنا أعتقد نحن اليوم نحن قادرين نشتغل على موضوع التنمية المستدامة وننفذ العديد من أشكال الاقتصاد، إن كان الاقتصاد الدائري والاقتصاد القائم على المعرفة، لأن أساساً اليوم نحن بسوريا رغم كل الهجرة اللي صارت، اليوم الوفرة الوحيدة اللي موجودة عنا هي في البشر. ليس هناك استثمار كفؤ في سوريا غير في الاستثمار في العنصر البشري، من خلاله نستطيع أن نعمل على خط من خطوط التنمية المستدامة. لأنه اليوم أنت الفكرة لما بتحولها لمشروع وهذا المشروع يكون موائم للتنمية المستدامة، فإذا أنت حصلت على مشروع مطابق للمواصفات البيئية. لأنه اليوم نحن لازم نكون أصدقاء للبيئة، هاي هي التنمية المستدامة. اللي في إشارات كتيرة ما يعني يمكن ما بنقدر نحكي اليوم بتفاصيل كتيرة بهذا المكان يعني، بس رح أعرج هيك على أمر كتير بسيط. هذا الزلزال هو نتيجة خطأ كتير كبير لعدم إدارة الموارد، ليست في سوريا بل في تركيا. نعم. الموارد المائية. نعم. وحجز المياه هذه أثرت بشكل جدا كبير على القشرة الأرضية وعملت كانت سبب علمي لهذه الزلازل. فإذا حالة التنمية المستدامة هي ليست حالة من الرفاهية بل هي مطلب، لأنه نحن يجب دائما لا نفكر بأنفسنا، أن نفكر بالأجيال القادمة. واسمح لي هون يضيف أنه دائما يعني رغم أنه نحن بحالة كتير سيئة، لكن وأنا على المستوى الشخصي فقدت يعني أقرباء كثر بالجملة يعني نتيجة هذا الكارثة الطبيعية، وعزائنا للسوريين كلياتهم، هذه كارثة حلت على السوريين ككل. لكن أنا بقول دائما من قلب الأزمة تولد ألف رحمة. كل ما أتمناه اليوم حقيقة أن ينتهي الحصار الداخلي والخارجي بتعدد الهويات تبعته تمام، وأنه نحن ننطلق إلى مرحلة جديدة، وأن تكون دبلوماسية المساعدات أن تتحول إلى دبلوماسية سياسية واقتصادية نشعر بها بشكل مباشر إن شاء الله عما قريب إن شاء الله. هي الموضوع الفكري مثل ما تفضل التنمية المستدامة الأستاذ ياسين، الدكتور ياسين، هو موضوع التجارة بالفكر. يعني سنغافورة أو اليابان هي ليس لديها موارد بشرية، ولكن هي اليوم من أوائل الدول في مصاف الدول الأولى اقتصاديا من ناحية دخل الفرد. يعني هذا الموبايل يعني لا ما يكلفهم يعني واحد دولار من الثروات الباطنية. نحن يجب أن ننمي هذا الفكر أو نرقي أو نعتمد عليه من باب التحصيل المعيشي ليس أكثر. لا نريد أن نصل إلى سنغافورة أو إلى اليابان، ولكن فعلا يعني موضوع هو التعاطي مع الفكر أو التنمية المستدامة أو التجارة بهذه الأفكار هو شيء عظيم وشيء عملاق، ويجلب يعني مصادر رزق وفيرة وخيرة وكثيرة. نأمل أن تكون الجامعات على مستوى هذه الفكرة التي طرحها الدكتور ياسين، هي فكرة مهمة وهذا موجود في أغلب دول العالم إن كانت في آسيا أو أفريقيا أو أوروبا. هو موضوع الاعتماد على العنصر البشري أن يكون هو المنتج. هذه الفكرة تنتج مالا أو يعني أستاذ نزار يعني بيل جيتس هو أغنى رجل بالعالم، يعني صاحب شركة مايكروسوفت، لا عنده نفط ولا عنده قمح ولا عنده حقول. نحن مع هذه الموارد موجودة وعليها صراعات منذ الأزل، وهي لابد لها أو يقدر أن تكون في أي مكان، سيحصل من أجلها حرب وتنافس، ولكن هي ليست هي الكفيلة بأن يبقى العنصر البشري على قيد الحياة. العنصر البشري يستطيع أن يكون قادر من طرق أخرى. بالأساس كانت سوريا تعاني من نقص بالكادر البشري بكثير من المجالات، خصوصا عم أتحدث طبعا في فترة الأزمة أو بالسنين الأخيرة من هذه الأزمة. أزمة كورونا أيضا أتت على أرواح كثير من الأطباء المهرة الذين كانوا في سوريا. اجدنا الزلزال كما ايضا في بعض الاطباء رحمهم الله، ايضا عدد من الاطباء ذهبوا ايضا في كارثه الزلزال. تماما، يعني هذا اجلنا وهذا قدرنا وهذا نصيبنا من هذه الحياه. الحمد لله، يعني لا زال الامل متعلق بالسوريين، وسوريا هي ولاده، هي حبلى وولاده بالرجال وبالابطال وبالاطباء وبالكوادر الحية. ولكن نحن أخي نزار دوما نقول ونعود أن الحكومة على الحكومات أن ترقى إلى مستوى الألم، وأن يعني أن يحيى الأمل، أن يحيى الأمل الذي ننشده. دكتور ياسين، كثير من الناس نسمعهم طبعا يتحدثون بمرارة
ربما الظرف الصعب، الظرف الاقتصادي والمعيشي الصعب هو الذي دفعهم ليقولوا لكل من جاء أو كل من عاد من أبناء سوريا إلى سوريا، كل من عاد بعلمه، عاد بماله، عاد بخبرته التي حصلها من الخارج، عاد بها إلى وطنه، بيقولوا شو جابك؟ معقول؟ نعم. معقول أنت بتجي في حدا بيرجع على سوريا الآن في نعم. هذه في هذا الظرف؟ هذا الكلام فيه يحمل الكثير من الأمل والغصة والألم، ويحمل كثير من الغصة عن الواقع الصعب الذي نحن فيه. صحيح. ولكن بكل الأحوال كنا نقول يا أخي لولا من عاد إلى سوريا من الخبرات والمهارات، شو البلد نتركها بلد عاجزة، بلد نعم. عجز، بلد عجوز؟ يعني مشكلة هذا الموضوع. وحضرتك عدت من الأزمة، عدت من أوروبا حتى يعني تذرع بذرة أمل في في في, في مجتمعك ومحيطك. صحيح. يعني بلا شك اليوم القداسة للوطن ومن كان وطنه سوريا فهو يعني شخص يعني عظيم، وشخص أخذ عظمته من هذه البلد الذي شرف بها. لذلك أنا في كثير من الأماكن وكنا ندخل بسجالات وبنقاشات أيام بداية الأزمة السورية، أطلب من أي شخص عندما يتكلم عن سوريا أقول له كن طاهرا وتكلم وانطق باسم سوريا، فسوريا لها قداسة كبيرة. من يحمل هذا القداسة في قلبه وفي عقله وفي وجدانه نعم سيعود. وأنا من يعني عدت من نهاية 2015 إلى سوريا وأحمل رسالة أنه نحن لازم نعمل شيء، لمين بدنا نترك؟ لازم نعمل شيء، ولازم نعمل شيء مختلف وبقيمة مضافة تضيف شيء يعني عما نشتغل اليوم، لحتى نبرهن للعالم كله أنه القضية الاستثمار بهالموارد البشرية الموجودة وبالممكنات اللي موجودة هو أمر ممكن، لكن يحتاج ثقة وبناء وإرادة حقيقية أنك أنت موجود هون لحتى تبني وتعمر وتترك للأجيال القادمة بصمة. نعم. فاللي بدي ضوي عليه هون نقطتين بتخص لقائنا اليوم حقيقة. نعم. أنا سبق كنت في أحد المؤتمرات الخاصة بالنباتات الطبية والعطرية وطرحت فكرة، وهلأ هاي الفكرة لازم تتجدد حقيقة، لأنه اليوم بموضوع الإغاثة وما يأتي للبلد من واردات، نحن نحتاج اليوم حقيقة إلى هيئة غذاء ودواء في سوريا، وهذه الهيئة هي هيئة ناظمة لكل شيء يتم إنتاجه في سوريا أو استيراده من خارج سوريا، لحتى يكون في عنا الآن وزارة التجارة ومخابر التموين بيقوموا بشغلهم، لكن لماذا لا يكون لدينا اليوم هيئة تشترك بها وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد ووزارة التجارة ووزارة الصحة ونقابة الأطباء ونقابة الصيادلة، لأنه هذا الأمر فيه تداخلات كثيرة حقيقة. نعم. فهذا المقترح أنا أجدده عبر منبركم أيضا الآن، لأنه غدا سيتحول كثير من المساعدات لا نعلم ما يدخل للبلد. نعم. وهذا أمر أيضا غاية في الأهمية للحرص على الصحة العامة. نعم. للمواطنين السوريين. هذا أمر. الأمر الآخر، نحن اليوم وضح أنه رغم كل الجهود اللي انبذلت بالإمكانيات اللي موجودة، الله يعطيهم العافية كل الجهات المعنية التي قامت وعملت ضمن ظروف حقيقة يعني فيها ندرة بكل شيء. نعم. أنا بعتبر اليوم العمل هو عمل جبار، لكن دعونا نخطط للأمام. الكارثة لن تقف هنا، قد تأتي كوارث بعد 10 سنين، بعد 20 سنة، فيجب أن نخطط على المدى البعيد. لماذا لا يكون أيضا لدينا هيئة متخصصة بإدارة الأزمات والكوارث، مهمتها تكون وقائية وأيضا علاجية؟ معنا المفروض صار عنا المفروض إحنا صار عنا خبرة يعني نحن كبيرة جدا بهذا. لا ما يعني حقيقة هذا أمر كثير. نعم. فني وتقني دقيق جدا. يعني نحن اليوم نشكر كل الدول، اليوم الفريق اللي إجا من الجزائر على كفاءة عالية. نعم. جدا من الفنيين. فنحن نحتاج حقيقة إنه عبر جامعاتنا السورية أن تكون هناك تخصصات علمية بهذا الأمر، ويتم الاستفادة ونعمل موضوع نقل المعرفة من دول شقيقة. نعم. دول عربية لكي نستفيد أيضا. نعم. من هذه الخبرات. نعم. شكركم كلمة أخيرة. نحن عاجزون. نعم. عن كثير من الخطط الإسعافية لكي نفكر بخطط الوقائية، خطط وقائية جيدة ومحمودة، ولكن تحتاج إلى رفع الحصار وإلى بيئة مستقرة. تماما، بيئة مستقرة. نعم. النقطة الثانية أخي نزار، هي نقطة يجب أن نسقط. نعم. الضوء عليها، هي موضوع التبرعات التي قد قيل عنها سواء كانت من الجانب الشخصي أو من دول. أي. مسؤولة من الخارج. هذه التبرعات نحن على ثقة أن وصلت إلى
جهة الدولة فهي في أيد أمينة، ولكن هناك كثير من البشر ممن على مواقع التواصل أو غيره تبرع فلان وميسي 10 مليون دولار كله كذب كله خرط تماما بالضبط. نعم. هذه فكرة مهمة. نعم. هذه الإشاعات تؤلب هذا المجتمع أحيانا على الجهات المعنية. نعم. ينبغي أن نتابع هذه الأخبار من الجهات المسؤولة فقط. نعم. هذا شيء مهم جدا. زائد يعني موضوع إلى الآن الجهات المعنية بحلب يعني أغلب الشعب هو من يصر المعونات بيده لعدم القدرة على الثقة بصلة الوصل. ما في مشكلة حتى هذا الموضوع يعني قلنا يا أخي اللي يا أخي اللي شاكك روح هو بنفسه بيقدر يوصل تماما، بس ليش يشك؟ نعم. ما بدنا يشك إذا نعم. إذا بالظروف هاي يشك فهذه مشكلة. نعم. صراحة. نعم. نعم. شكركم جزيل الشكر. شكرا. كلمة أخيرة أنا الحقيقة بدي أختم فيها، يعني شكرا لحضراتكم. حقيقة أبلغ ما سمعت فيه في هذه الأزمة هو ما قاله السيد الرئيس اليوم في زيارته لحلب. نعم. قال سأستمر في العمل دون توقف، وهذا سبب الحرب عليه، وهذا نحن اليوم هذا الشعار، هذا لازم يكون كلياتنا شعارنا حقيقة، العمل قبل القول. ما زال تنتصر في المعركة السياسية. شكركم جزيل الشكر. شكرا دكتور عبد الله الماشي والدكتور ياسين العلي عضو اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة. شكرا جزيلا. الله يكرمك. ألف شكر أخي نزار. تغطيتنا مستمرة خلال الأيام القادمة لكل تداعيات الكارثة الزلزالية التي حدثت، بالتقارير بنشرات الأخبار عبر مراسلينا. إلى اللقاء. تم التوجه مدير الدفاع المدني بالكامل وبكامل قوامها فرق الإنقاذ. تضرر مبنى الإطفاء، بس طلعنا السيارات كلها بكل المناطق اللي أخذنا خبر عنها. تمت الاستجابة فورياً لكافة وحدة الفرق الهلال الأحمر إسعاف والكوارث. الأولوية الأولى هي لإنقاذ من يمكن إنقاذه من المواطنين.